نحن هلا عم نعمل مغربية، المفتول تبع المغربية. أول شي منجيب هيدا الحب اللي هو أخشن من البرغل وأصغر من حبة القمح، بسموه جريش وفي ناس بسموه زمطية. منغسل ومننقيهم إذا في شي حبة سودة، ومنغسلهم ومنحطهم بشي وعاء واسع لنبلش هيك نبرمهم. بصير نحط ملعقة زيت وبنبرمهم لياخدوا بعضهم، بعدين بنرجع بنحط شوية طحين، بنصير مرة طحين مرة زيت لحد ما تكبر الحبة. ما منشد كتير بإيدنا لأنه بنكون عم نمعس الحبة، لازم تضل الحبة عم نحسها بتبرم من تحت إيدنا. بتاخد لها القصة شي ساعتين ثلاثة، شوي شوي بنصير نحس الحبات عم يبرموا ويكبروا. هلا بنحط شوية طحين وبنضل نكرر نفس العملية يعني لتقريبا ساعتين أكثر شوي لحتى ما يبرموا الحبات. بصير كل شوي نشوف إنه عم تكبر الحبة، عم تبلش تبرم. وقد ما بده الواحد بكبر الحبة، الشطارة إنه ما يلزقوا الحبات ببعضهم، واللي بكبر الحبة أكبر هو اللي بكون أشطر. هيدا الجيل ما بقى عم بيعمل هيدا الأكل لأنه عم بيجيب جاهز من الدكان ناشف مثل المعكرونة، بس إنه بيسلقوه وبيطبخوه مع المغربية. بس صراحة إنه أنا ما حبيته، فضلت إنه أنا أتعلم كيف بيعملوا المغربية لأنه هيك انا بحب. يعني ما مرة واحدة جربت جيب هيدا الكيس وطبخته ما قدرنا اكلناه، لا طعمته ولا شكله حلو. حتى اولادي ما بيقدروا ياكلوا منه الا اللي انا بعمله بالبيت. فما كنت منيح اللي انا تعلمت، اللي قدي ما بيعرفوا يعملوا مثل هاي الاكلة. يعني بعد شوي رح تنقرض هيدي الاكلات الشعبية اللي كنا نعملها، لحقين هيدول الفاست فود والاكل السريع، الاشياء السهلة. ما بقى يعني حدا له زلابي يطبخ. يعني انا بتخيل بعد ما يمكن بال 2030 بصير عم ناكل تابلتس على الغداء، تابلتس على العشاء، انه هيدي هي، انه ما بقى حدا يوقف قدام الغاز ويطبخ.